غلاب محمد استاذ ديال التربيه البدنيه هنا في مديريه الحسيمه ومدرب وطني في كره السله. فرصه سعيده اننا نستضيفوا في مدينه الحسيمه البطوله الوطنيه المدرسيه ديال الباسكيت تروا. هذا الباسكيت تروا تقريبا لرياضه جديده او نيفو سكولاري او نيفو تا ناسيونال، لان حتى على المستوى الوطني مازال ما كايناش بطوله خاصه بهاد الرياضه هذه ديال الباسكيت تروا، باستثناء واحد اول تظاهر اللي دارت هذا العام في كازا. هذه فرصة سعيدة أننا يتعرفوا الوليدات ديالنا والبنتات ديالنا التلاميذ والتلميذات على هذه الرياضة، هذه اللي رياضة زوينة خصوصا بأنها ولات رياضة أولمبية. دونك خصنا أننا على المستوى الوطني نوجدوا الوليدات اللي غيكونوا خلف ولا اللي غيكونوا اللي غيهزوا المشعل ديال هذه الرياضة او نيفو ناسيونال او نيفو انترناسيونال. دونك هذه البادرة ديال التنظيم ديال هذه البطولة في الحسيمه هي واحد الحلقه من هذا المسلسل ديال التحضير ديال هاد الرياضه هذه اللي بطبيعه الحال فتيه على المستوى الدولي على المستوى الوطني. وليد محسن البكر من مدينه تارودانت، جينا نمثلو جهه سوس ماسا في هذه البطوله الزوينه العريقه اللي معروفه عالميا اللي كتلعب في جميع الدول تقريبا. والحمد لله كان تنظيم زوين، قاعه الحمد لله مكتظه بالناس. كلشي اجواء زعما كتدعمك باش تلعب. الحمد لله توجنا باللقب الثالث، توجنا هذا المجهود ديالنا وهذا الطريق اللي ضربناه بهذا اللقب هذا. بالنسبه لهذه الرياضه كتميز على الباسكيت اسانك بمجموعه من القوانين اللي ما كايناش في الباسكيت اسانك. بالنسبه لهذه الرياضه هذه كتلعب بتروا جوور وفيها ان جوور اللي كيكون في الاحتياط، وما كيكونش فيها المدرب جالس في الدكه ديال الاحتياط، ماشي بحال الباسكيت اسانك. دونك كتعطي بزاف ديال لا ريسبونسابيليتي لي جوور اللي كيلعبوا باش هما يجيريو لو ماتش ديالهم بعيد على سميتو على التوجيهات ديال المدرب. معكم نادى طريشة من ثانويات البديت مديرية الحسيمة. احنا فخورين حيت شاركنا في هذا الدوري اتخوا، فرحانين بزاف، والرياضة كتعلمنا الآداب والأخلاق. كان مستوى مزيان، البنات تلعبوا مزيان، كلشي لعب مزيان، فراقي كانوا مزيانين، وتأهلنا للديمي فينال. بعد لعبنا على الكلاسمون. Thank you.
ناكدوا على ان هذه الرياضه رياضه فتيه، وهذه المبادره ديال تنظيم هذه البطولات المدرسيه كتبقى مبادره حسنه جدا، خصوصا واننا لاحظنا هذا الصباح هذا التواجد ديال الاداره التقنيه الوطنيه للجامعه الملكيه المغربيه لكره السله باش انها دير التنقيب على المواهب. وهذا الشيء اللي شفناه بان تسجلوا مجموعه من 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 التلميذات خصوصا في هذا المركز هذا اللي عندهم مستوى زوين باش يحاولوا ما امكن يخدموا عليهم اونيفو ناسيونال باش نكونوا واحد الشريحه ديال اللاعبات واللاعبين اللي غيمارسوا هذه الرياضه بشكل احترافي. لما لا، وشكرا.